بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أحب أوضح لكم على فد فيديو انتشر اليوم الصبح ودزول يا فد يمكن 50-60 صديق من أصدقائي على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك. الفيديو يشرح به أحد الأشخاص عن برنامج تجسس جديد موجود في برامج أندرويد، يعني في موبايلات أندرويد سامسونج وهواوي وغيرها، واسمه كورونا فيروس أو كوفيد 19 إلى آخره. بقوية يعني. أصدقائي، الفيديو اللي انتشر اليوم وهواية بيكم دزوليا على الخاص يشرح عن برنامج تجسس ونظرية مؤامرة رهيبة على فد شيء يخص كوفيد 19، وأنه هذا البرنامج خطر ويفتح البلوتوث ويدز اللوكيشن ولازم نوقفه، وما أعرف إحنا شبينا كعراقيين أو كعرب عموما هاي نظرية المؤامرة هيجي فد معشعشة بأذهاننا. يعني ما أعرف بصراحة شنو القصة. أصدقائي، أكو شركتين عالمية وكبيرة، واحدة اسمها أبل اللي تصنع لنا الآيفون والآيباد والآي ماك وغيره، وأكو شركة ثانية اسمها جوجل اللي كلنا نعرفها، اللي هي تنتج من يعني تنتج هواية أمور، تطبيقات ومنتجات مثل أندرويد، اليوتيوب واحدة من خدماتها، هواية أمور، الجيميل، الكلاس روم إلى آخره. احنا بما انه معظمنا عنده هاتف ايفون او اندرويد، فاذا التقينا باي شخص ممكن نكون ما نعرفه، لكن الفكره انه هاي الشركتين ارادت انه حتى لو شخص ما نعرفه مصاب بالفيروس انه يجينا اشعار ترى يابا هذا الشخص مصاب بالفيروس عن طريق مجموعه من النقاط وطريقه يعني خلينا نقول دقيقه جدا. هاي الموضوع ما يشتغل عندنا لا بالعراق ولا بالوطن العربي. الفكرة علي من تتطبق أو منو اللي يستفيد منها؟ يستفيد منها الدول اللي الحكومات مالتهم سوت تطبيق للناس يبلغون عن إصابتهم بالفيروس. شلون احنا عندنا هسه بالعراق رقم 123، بالخارج بعض الدول الأجنبية وأكثر الدول الأجنبية وأمريكا أيضا أكو تطبيق، أنت من لا سمح الله تصاب بالفيروس عن طريق التطبيق تبلغ الحكومة مالتك أو وزارة الصحة يا ترى أنا إصابت بالفيروس. هذا كل الموجود، لا تطبيق يخص الموجود بالأندرويد، لا هو برنامج تجسس ولا رح يرفع أي بيانات ولا رح يدز أي معلومات شخصية على الإطلاق. لهنا انتهت. اللي يريد يبحث عن شيء من التفصيل، الفكرة أنه إذا التقيت بأي شخص الهواتف اللي ويانا أندرويد أو آيفون تتواصل ويا بعضها عن طريق البلوتوث، ويكون اكو بيانات بهذا الخدمه اللي انتجوها شركه ابل وجوجل، رمز معين يصير عندك، رمز معين مو بيانات شخصيه. هذا الجهاز اللي عندك والخدمه الجديده اللي صارت تسجل الهواتف وتسجل الرمز مال هواتف الاشخاص اللي تواصلت وياهم او التقيت وياهم بال 14 يوم السابقه، مدز هاي المعلومات للسيرفرات مال ابل ولا جوجل. اذا شخص لا سمح الله انصاب بفيروس كورونا بهاي الدول الاجنبيه اللي هي مو يمنا لا بالعراق ولا بالوطن العربي، هذا ايش راح يسوي المصاب؟ تلقائيا من يحس بالاعراض راح يفتح التطبيق ويضغط على زر الابلاغ انه مصاب بالفيروس، شلون لما عندنا واحد يخابر على 123. هنا بهاي الحاله راح يتدخل شو اسمه، راح يتدخل التليفون سواء كان اندرويد او ايفون، راح يتصل بسيرفرات ابل وجوجل، راح يبلغهم انه هذا الشخص مو شخص، ان هذا الرمز مال هذا التليفون ترى صاحبه مصاب بفيروس، ويدز البيانات مال اخر 14 يوم التقى بها هذا الشخص ويا مجموعه اشخاص، وين راح وين جه. البيانات جمعها عن طريق الجي بي اس وعن طريق البلوتوث. هنا الهواتف مال مستخدمي ابل وجوجل راح تتواصل دائما مع مع السيرفرات مال الشركة مالتهم لتحميل رموز المصابين وليس أسماءهم، رموز المصابين. هنا ايش راح يسوي التليفون مالتك عن طريق هاي الخدمة الجديدة اللي انضافت عندك؟ راح يقارن البيانات الواردة من الأشخاص اللي انصابوا بمنطقتك ويقارن ما بين الناس اللي هو انت التقيت بهم بهاي 14 يوم، فراح يجيك إشعار يقول لك يا بتراك انت التقيت بهاي 14 يوم
بشخص مصاب بالفيروس، وراح يقول لك شنو راح تسوي، لازم تروح للجهات الصحية وتخابر أو تفتح التطبيق مالتك. الفكرة أنه ما بي أي نوع من انتهاك الخصوصية. شركة أبل وجوجل صرحوا بأمور مهمة جدا ونشروها على مواقعهم الرسمية. قالوا أنه أولا قائمة الأشخاص اللي قابلتهم ما تطلع من جهازك أبد إلا بعد موافقتك أنت، هي مو أسماءهم إنما رموز مالتهم، إنما كودات، خلينا نقول آي دي، فدشي يعني بس يبين للشركة أنه هذا الجهاز ترى صاحبه هو مصاب. حتى تمنع التعقب مالتك مال التليفون تقدر تتغير البلوتوث الإعدادات مالته، تخليه كل 15 دقيقة هو ينطفي الحالة. الموضوع الآخر أنه أبل وجوجل ما رح تستعمل أي بيانات حساسة من بياناتك، لا اسمك ولا رقمك ولا الاستوديو مالتك مثل ما شرح الأخ العزيز في الفيديو اللي انتشر اليوم. الموضوع المهم الآخر أنه أنت فرضا واحد انصاب بالفيروس، ما رح يقولوا له ترى فلان قابلته بهاي 14 يوم هو مصاب بالفيروس، إنما فقط يقولوا له أنه أنت التقيت في هاي 14 يوم بشخص مصاب. وهاي النقطة يعني جدا مهمة أنه ما يسجل اسمك. الفكرة جدا رائعة وتطبيقها يعني منتشر عالميا في كثير من الدول، لكن جماعتنا بالعراق يعني أخذوا منها، طبقوا عليها نظرية المؤامرة وأخذوا فقط الشيء السلبي أنه البلوتوث ينفتح عندك، طفوها عمي، بس افتهموا أنه الموضوع ما إلى أي دخل بالتجسس، هو عبارة عن مساعدة للناس اللي التقوا بشخص مصاب بال14 يوم السابقة، يقول لهم يا بتراك التقيت بفلان مكان بشخص مصاب ما نعرفه منه، حاول أنه تتواصل مع الجهات الرسمية. هذا كل اللي عندي، أتمنى أنه يكون الشرح واضح. هي تقنية جديدة صحيح، لكن أتمنى أنه أكون وفقت في إيصال الفكرة. لا تنسوا أنه تسوون اشتراك بالقناة وتفعلون زر الإشعارات وتخلون أعجبني للفيديو، والسلام عليكم.